في هذه الفترة انفتح طريق جديد في معبر إبراهيم خليل خابور كجسر قام به حكومة أقليم كردستان مع جانب التركي، للغرض منها هو زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق والأقليم من جهة ودولة تركيا من جهة أخرى. توجه سيكون إلى معبر إبراهيم خليل وميناء مرسين مدينة في تركيا، وسيكون هناك حركة أقوى من الآن، وسيعوض هذا المعبر وتركيا ستعوض الكميات التي كانت تأتي من أو الشاحنات التي كانت تأتي من عبر إيران إلى أقليم كردستان، فتركيا ستكون خير بديل. ودي أوي جسري قلة فايدة المجري وريب مثلا يا برفره بي وريت قلة خوش سيارتين جبالي نوكا مثلا دائن أو جسر أنا فاكري بي تقريبا حتى سيارة مغازي تكري ساعتك دو ساعتا سي ساعتا تخير بين أبا وجسر أبا بي تقريبا ما كيش ساعتك وصا سيارة خوشتين.